السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها المتابعون الأوفياء في هذه الحلقة الجديدة، والتي دائما أقوم بشرح كيف تقوم باستعادة حسابات، سواء كان متعلقة بفيسبوك، تويتر، كذلك انستغرام وغيرها من المواقع التواصل الاجتماعي التي سبق وشرحتها في العديد من الحلقات. اليوم إن شاء الله سوف أشرح لكم كيف تقوم باستعادة كلمة السر الخاصة بالحساب أو الموقع التواصل الاجتماعي الروسي vk.com. هذا الموقع التواصل الاجتماعي الشبيه بالفيسبوك، العديد من الأشخاص يستخدمون هذه الحسابات، لكن هناك خاصة إخواننا في المشرق يستخدمون هذه الحسابات، كذلك الأشخاص من الدولة الروسية الذين يستخدمون هذا الحساب بكثرة. لهذا إن شاء الله في هذه الحلقة سوف أريكم طريقة استعادة الحساب بطريقة سهلة جدا. قبل أن نقوم بشرح الخطوات إخواني الكرام، أدعوكم دائما إلى دعمنا بالاشتراك في القناة، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون إن شاء الله بكل جديد القناة. جيد، الآن سوف نمر إلى شرح الطريقة. كما تلاحظون هذه هي واجهة الموقع. الموقع يدعم كما تلاحظون هنا الآيفون، كذلك الأندرويد، كذلك يمكنك أن تقوم بإنشاء حساب على الموقع الخاص به. كما تلاحظون يمكنك أن تقوم هنا بإضافة الاسم الخاص بك، هنا اسم عائلي، كذلك تاريخ الازدياد، ثم تختار هنا الجنس. يمكنك أن تقوم بربطه مباشرة مع حسابك على الفيسبوك، ويمكنك أن تقوم بإنشاء حساب جديد بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. كما قلت، أنا قد قمت بنسيان كلمة السر، لهذا سوف أقوم باستعادة الحساب. أول شيء سوف نقوم به، سوف ننقر هنا على forget your password. الموقع كما تلاحظون فهو باللغة الإنجليزية، سوف نقوم بتغيير اللغة حتى نقوم بمراعاة بالنسبة للإخوان الآخرون الذين سوف نختار هنا مثلا اللغات التي يدعمها الموقع. كما تلاحظون هذه هي اللغات التي يدعمها، سوف نختار العربية حتى لا تكون هناك مشكلة مع الإخوان الذين يشتكون دائما مع المشكل اللغة. سوف نقوم باختيار العربية. كما تلاحظون واجهة الموقع، كما تلاحظون قم بتثبيت التطبيق فيك على المواقع على كما تلاحظون الآيفون وكذلك الأندرويد. جيد إخواني الكرام، الآن سوف نقوم باستعادة الحساب. كيف ذلك؟ نقوم بالنقر هنا على نسيت كلمة السر. جيد، كما قلت هنا يمكنك أن تختار البريد الإلكتروني أو رقم هاتف. سوف أختار أنا البريد الإلكتروني، لأن ننقر على خطوة التالية. تأكيد التفعيل، سوف نختار هنا أنا لست برنامج روبوتان روبوت. هنا سوف يطلب منك اسم العائلي، فأنا حسابي على هذا الأخير فهو محمد. هنا طلب مني الاسم العائلي، سوف أقوم باختيار الخطوة المتالية. كما تلاحظون هذا هو حسابي. كما تلاحظون نعم، هذه هي الصفحة المطلوبة. سوف أختار هذا الخيار. تم إرسال تضمين أو رابط لاستعادة إمكانية الوصول إلى العنوان البريد الإلكتروني الخاص بنا. كما تلاحظون الآن تم إرسال العنوان البريد الإلكتروني إلى البريد الإلكتروني الخاص بنا. كما تلاحظون إخواني الكرام، ها قد قمنا بالتوصل بالرسالة، سوف نقوم بالدخول إليها. كما تلاحظون سوف نختار هنا هذا الرابط الذي طلب منا أن نقوم بالدخول إليه. كما تلاحظون هنا سوف نقوم هنا بإضافة الإيميل الخاص بنا، وهنا كلمة سر، نقوم بإضافة الإيميل كلمة سر الجديدة، فنقوم هنا بإضافة كلمة المرور. جيد، سوف أختار كلمة المرور، قمت بكتابتها. سوف أقوم الآن بعملية الإرسال لكي يتم تأكيد الحساب. تأكيد الحساب بالفعل الموبايل، كما تلاحظ هنا سوف يقوم لتأكيد العمل. سنقوم بإجراء مكالمة مجانية مع الرقم الفريد إلى هاتفكم المحمول. سوف نقوم بالتوصل بهذه الرسالة إخواني الكرام، فانتظروا معي حتى تصلنا هذه الرسالة. نقوم بعملية الاتصال. جيد، تم إرسال الكود، ننتظر قليلا حتى يصل الكود الذي تم إرساله. كما تلاحظون الآن يقومون بعملية الاتصال بي، سوف أقوم بالاستجابة إلى المكالمة. كما تلاحظون قاموا بالاتصال بي. انتظر الآن يتم إرسال الرسالة إلى الموبايل الخاص بنا.
كما تلاحظون هنا يطلب منا أن نقوم بإدخال 3 أرقام الأخيرة من رقم الهاتف. سوف أقوم بإدخالها ثم نقوم بعملية الإرسال. جيد إخواني الكرام، قمنا بكتابة الإيميل وكذلك الباسورد الجديد الذي قمنا بعملية كما قلت قمنا بعملية تغيير كلمة المرور. نقوم بعملية الدخول. كما تلاحظون هنا سوف يطلب منا، سوف يتم إرسال 4 أرقام. سوف نقوم بكتابة 4 أرقام أخيرة من رقم الهاتف الخاص بنا. كما تلاحظون فيقومون بالاتصال بك، ثم بعد ذلك يطلبون منك أن تقوم بإدخال 4 أرقام أخيرة من الرقم الهاتف الخاص بك، تقوم بعملية. كما تلاحظون إخواني الكرام قمنا باستعادة الحساب بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. أتمنى إخواني الكرام أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم، فكما أخبرتكم إخواني الكرام فالعملية لا تتطلب أي شيء، فقط يمكنك أن تقوم باستعادة حسابك بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. فالحساب كما تلاحظون فهو شبيه بالفيسبوك ورائع، يمكنك أن تقوم بالنشر وكذلك أن تقوم بعمل مجموعة من الأشياء على هذا الموقع التواصل الاجتماعي. كما تلاحظون هنا الاطلاع على بعض الأمور المتعلقة بحسابنا. كما تلاحظون يخبرني بمكان تواجد أو شيء من هذا القبيل. الموقع كذلك يعد يدعم بعض الألعاب وغيرها من الأشياء. يمكنك أن تقوم بإنشاء حساب إخواني الكرام، وكذلك يمكنك أن تقوم باستمتاع بهذا الموقع التواصل الاجتماعي. فأغلب المتابعين أو الأغلب من الأشخاص المشتركين في هذا الموقع فهم من دولة روسيا. أتمنى إخواني الكرام أن تكون حلقتنا الخاصة بهذا اليوم قد نالت إعجابكم. لا تنسوا دائما إخواني الكرام دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله. نشكركم للمشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والتعليق.